نرمين وصلنا لمساحتنا وهي خاصة بعالم الطفولة، ومثل ما كنا عم نحكي سألت تحت الهواء انه بلشت العطلة الصيفية او العطلة الانتصافية انا اخذ لي عقلي الصيف بهالبرد. فاليوم هلا بلشت العطلة الانتصافية يمكن، واكيد كثير في اهالي بيحتاروا انه كيف بدهم يعبوا وقت اولادهم، شو هي النشاطات ان كانت فكرية او جسدية، شو اهم النشاطات والتحضير لحتى ما يكون في فرق لايضا الفصل الدراسي الثاني. كل هالتفاصيل اليوم رح تكون مع رينا أيوب استشارية الطفولة المبكرة. أهلا وسهلا فيكي وسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. العطلة الانتصافية الخميس بتخلص إذا بدنا نقول، فخلينا نحكي بهي الفترة، ما أنا فترة بس للعب أكيد للأطفال، كيف لازم يتعامل اليوم الأهل مع هي الفترة لاستثمارها بالشكل الصحيح؟ يسعد صباحكم. اهم شيء بهالوقت تبع عطله الربيع انه نحن شوي نريح اجساد اطفالنا حتى تتغذى من اول وجديد وتنشحن طاقته لهذا الجسد لحتى يكون في عندهم حريه اكثر واستيعاب اكثر بالفصل الثاني. طبعا اللعب هو من ضروريات العطله لانه نحن بدنا نكسر ضوابط، بدنا نكسر روتين، بدنا نكسر نظام، فاهم شيء اللعب، واللعب بجميع مجالاته الفكريه الابداعيه يلي بيعبر فيه الطفل عن اي موهبه او اي هواه هو بحبها. ما نحاول كثير نكون مقيدين الاطفال بهاي الفتره لانها هي بالاصل ايام معدوده، يعني هي مانا كثيره. انا بخبر الاهالي كثير بهذا الوقت يكونوا كثير متعاطفين مع اولادهم، عم ياخذوا ويعطوا معهم، عم بحاولوا ياخذوني يرفوني يغيروا لهم جو، يطلعوا من الروتين انه احنا لازم ندرس او لازم نمسك كتاب او لازم ضروري انه نفوت بمهاره معينه، الا اذا كان الطفل هو بحب انه من روتين حياته اليوم ممكن يقرا، من روتين حياته اليوم ممكن يعزف، هذا الشيء بيرجع اختيار للطفل. نحترم خصوصيه الطفل بالعطله لانه هي كثير ضروريه لحتى يستعد الدماغ وتستعد دائره العقل لتستوعب معلومات جديده، تتلقى معلومات جديده، لازم يكون في هذا الفاصل بين الفصلين، بيعمل على شحن مواهب، بيعمل على شحن قدرات لحتى هاي القدرات تتفاعل وتصير مع الايام مهارات يقدر الطفل يمشي فيها. ضرورية كثير بهذا الوقت خصوصا بهالبردات انه الطفل ينام، اتركه ينام، اتركه شوي يسهر، يعبر عن راحته، يعبر عن الاشياء اللي ممكن يحبها والاشياء اللي ممكن هي تعني له، بحب ياكل بالصالون، بحب ياكل بالمطبخ، بحب ينام بالصالون، بحب ينام بالمطبخ، وين ما بده. نطلع شوي من حالة النظام. نطلع شوي من النظام ونكسر الروتين، لانه اذا انكسر الروتين بيرجع الجسم بالفترة الثانية بس يفوت ببداية الدوام برجع هو لحاله بيتأقلم، بيكون عمل فاصل كتير حلو لجسده أو ريح أعصابه، ريح دماغه، ريح قلبه بالأشياء اللي هو كانت ممكن شوي عملت له ضغط، وبفوت بمود كتير حلو مع الدراسة. أكيد. طيب يمكن العطلة الانتصافية اختصرت عن زمان، صارت أسبوع، يعني مثل ما قلنا أنه بأسبوع يا دوب الولد يلحق. هلا برد وحالة اقتصادية شوي صعبة على الأهالي، بالبيت كيف هي الأم إنه تعبي وقت طفلة وتعطيك شوية فسحة من التسلية والمتعة بقلب بيتها بأنشطة هيك مفيدة؟ كثير ضروري نعلمهم للأطفال لعبة الشطرنج، أنا بقول لهم لعبة الشطرنج هي من المهارات العقلية اللي بتوسع مدارك الطفل وبتعطي أيقونات بدماغ كثير فعالة مع الزمن، مو شرط نحن هلا بوقتنا الآني. وإذا الطفل ما عنده موهبة الشطرنج أو الألعاب اللي لها علاقة بالمهارات الفكرية ممكن تخليه هو يتسح له إله الحرية هو يلعب شو ما بده. أحياناً الطفل بينتهي بالقلم، أحياناً الطفل بينتهي بأشياء يعني محببة تكون بالمنزل عنده، لكن نحن ما نفرض عليه قيود إنه بصير أو ما بصير، لا ضروري تلعب هلق ولا مو ضروري تلعب، وناخذ ونعطي شوي مع اطفالنا كونه الوضع شوي ما في كهرباء كثير، ما في نطلع من البيت لانه برد، وضع البرد ما فيك تقولي للاهالي خذيهم على حدائق، خذيهم رحلات، خذيهم مولات، ممكن يكون الوضع الاقتصادي مثل ما تفضلتي حضرتك شوي مختصر، فنحن نحاول نترك اطفالنا بس مساحه واسعه من الحريه، نعطيهم الاشياء اللي هن بحبوها، نعطيهم المفاتيح اللي بتقوي قدراتهم، نترك لهم مساحه واسعه بالتعبير بالانشطه، نحاورهم، نقعد معهم، نحاول نقعد معهم وقت اطول لانهم هن ايام معدوده مثل ما حكينا، ما في وقت كثير لحتى نحن نعمل لهم برنامج معين، قبل كنا نعمل للطفل برنامج لانه كان 15 يوم العطله نقدر نفوته بنظام يكون شوي محبب له ويفرغ له طاقه، لكن حاليا ما عم يلحقوا الاطفال يخلصوا من الامتحانات، بعطلوا 3-4-5 ايام لنفترض، بعدين برجعوا بفوتوا من اول وجديد بالاشياء الدراسيه الجديده.
حكيتي حضرتك وركزتي على موضوع الحوار مع الطفل بهذا الوقت، وكمان نعطيه الحرية والمرونة. بنشوف أغلب الأسر السورية كيف يمكن بتستغل العطلة، يا أما بيسافروا أو الولد رح يقضي وقته نوم حتى بنشوف أو على الموبايل. تماما. كيف فينا نطلع برات هدول القصص الثلاثة؟ هلق اللي عندهم مقدرة يسافروا أولادهم كتير ضروري أكيد. السفر والروحة من مكان لمكان هو بيعبي طاقة كتير إيجابية، بيجي الطفل بنشاطات كتير حلوة. لكن الظروف اللي ما عنده قدرة أنه هو يسفر أطفاله، بكفي أنه هو يحاورهم، يقعد معهم طول النهار، يحاول إذا مو طول النهار بس يرجعوا من الشغل، يكسروا روتين أنه هني بدهم يجوا من الشغل يناموا أو يتغدوا أو كذا. لا، بهدول الأيام ممكن يعملوا نشاطات عائلية. تمام. لعبة الشد كتير هلق مشهورين فيها الأطفال، خصوصا بقطعة الكهرباء والبردات، عم بحاولوا يلعبوا هاي الألعاب، عم بتكون كتير أو أسماء نبات جماد هاي اللي كنا نلعبها ونحن صغار. كمان عم بتنمي مهارات فكرية، عم بتساعدهم على التذكر أكثر، على الجغرافيا أكثر بالأماكن، وبنفس الوقت عم يتسلوا. أنا بخبر الأهالي بس بفكرة أنه الطفل أي شيء بيسليه، لكن نحن ما نفرض قيودنا وضوابطنا عليه بهاي الأيام، ونحاورهم ممكن كانت أيام زمان تيتا تقعد تعملنا قصص، تحكي لنا أشياء نضلنا طول السهرة عليها، تحاول الأم تخترع لهم قصص محببة، كل طفل شو بميل، ميوله نغطي له اياه، نغذي له قلبه، نغذي له روحه، نغذي له عقله بالاشياء الحلوه اللي هو بيتمناها، ونحاول نطالعهم شوي باجواء اجتماعيه كثير حلوه، لانه عم نفتقر الاجواء الاجتماعيه، عم نفتقر الزيارات، صارت كثير الاشياء والزيارات والواجبات محدوده، فبالعطله نحاول نعمل جو اجتماعي حلو، جمعيه معينه، حفله معينه صغيره، زياره لعند البيت الجد، بيت الاخوال، بيت العموم، بغض النظر الاصدقاء، الجيران، نفوت بهذا الاحتكاك شوي، نعلمهم حتى بالمهارات الاجتماعيه، بتعلم الطفل الاحترام الكبير وبيعطف على الصغير، هاي الاشياء بالوقت القصير وبالوقت المدرسي عم نفتقرها كثير مع الاطفال، هن اللي عم بيضيعوا وعم بيضيعونا معهم، لا نحاول نحن نركز لهم الأشياء المهمة بالحياة اللي بتفيدهم تطلع شخصية متوازنة بالمستقبل. نعم. طب خبرينا، بما أنه عم نحكي حكينا عن الأنشطة اليوم، كمان كثير الأمهات بيعانوا أنه بيتغير النظام بأسبوع، صعب عليهم يرجعوا يتأقلموا الأولاد مع النظام الجديد. استراتيجيات العودة للمدرسة، إمتى لازم الأم تبلش حتى ما تفقد السيطرة تماما بهذا الموضوع؟ تماما. نحن نحاول من يوم الخميس نبلش نروج الأطفال يناموا شوي أبكر من مكانه يناموا كونهم عم يسهروا، بنوصل ليوم الاحد انه النوم منضبط، والاشياء الثانيه اللي بدنا نعلمها للاطفال انه من يوم الخميس نبلش نهيئ حقيبتنا، لباسنا، اقلامنا، كتبنا، نبلش نهيئهم، مو نفرض على الطفل انه هو قبل المدرسه بساعه يفيق الصبح وبده يبلش يرتب كل هاي الاشياء، نحكي له انه نحن اكيد اشتقنا لرفقاتنا، نزرع له الاشياء المحببه للمدرسه حتى بضمن هذا الفراغ او بهاي العطله اللي نحن متواجدين معهم بالبيت، نضلنا نذكر لهم انه رفقاتكم هلا شو ممكن يكونوا عم يعملوا، كل حدا يعد لي مين عنده رفقات، شو بتتوقع يكونوا عم بيساووا، ممكن يكونوا عم يدرسوا، ممكن يكونوا راحوا رحله، ممكن نضلنا نذكرهم بالرفقات وبالاجواء المدرسه مشان هم يضلوا يحنوا لهذا المكان. طبعا والضوابط مو تفرط على الاخير، نحن عم نحكي كسر روتين، لكن مو ليل نهار على الموبايلات، اكيد هذا الشيء ما بصير، نحدد لهم اوقات على الموبايل، نحدد لهم اوقات ممكن يتفرجوا فيها على التلفزيون، نحدد لهم اوقات ممكن يروحوا فيها مع اقرانهم او يطلعوا فيها هن واصدقائهم، مشان بس بدنا نرجع على النظام يكون الاشياء منضبطه معنا حتى يوم ما كسرنا الروتين، ما نترك الطفل من يوم ما بيفيق ليوم ما بينام على الموبايل، وللاسف هذا الشيء اللي عم نشوفه كثير مع الاطفال او مع الاهالي، بتقول لك انه برد وما عم يطلعوا وما عم نقدر ناخذهم ونجيبهم، وسيله يمكن التسليه الوحيده فما عم نقدر يتسلوا الا بالموبايل. ممكن تكون وجهه نظر ايجابيه اذا هذا الموبايل مراقب، انت ممكن تكوني فوتي عليه العاب لها علاقه بالمهارات الفكريه، شايف المواقع اللي عم بفوتها هذا الطفل ممكن تكون شوي بتفيده، لكن نتركه هيك على عشوائيته ما بصير، هذا الشيء بيتعود عليه او بيعتاده مع الايام ما عاد فينا نشلحه اياه. وانا بقول لهم ضوابط الموبايل او اسلوب مسك الشاشه للطفل اللي هو الصغير، ما فيكي بعمر معين انت تقولي له انت ما عاد في تمسك موبايل، هذا الشيء انت زرعتيه بمدار يوم وهو صار مثل الاكل والشرب بالنسبه له. نحن شوي شوي حتى الامهات يلي ما كانت مستوعبه انه الطفل يتعلق بالموبايل 24 ساعه، حتى اذا بدها تسحب الموبايل
يسحبه بشكل تدريجي مشان هذا الطفل ما يحس انه هي عملت له مثلا فراغ كبير بحياته اليوميه. وبس بدك تشيل الموبايل من ايده تحاول تزرع له نشاط بديل يكون هذا النشاط من احدى مواهبه او هواياته، مو غيري او فلان عمل كذا لازم نعمل له كذا، لانه ممكن تكون هذا الشيء ما بيعني للطفل. فانا بدي ادور وين هو الاشياء اللي بحبها، اسحب الموبايل بايده باشياء هو بحبها، باشياء بمواهب بتنمي له ذكائه بتنمي له خبراته، اهم شيء بتغذي له عقله وروحه. يعني بالختام بدنا نشكر وجودك معنا لكل المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا اياها. مثل ما قلنا ايام بتخلص العطلة الانتصافية ان شاء الله هيك يعني بنقول عودة بتكون آمنة ويعني جديدة، بدايات جديدة لبعض الأطفال خصوصا اللي عندهم شوية تقصير دراسي. بدنا نشكرك اليوم شكرا لوجودك معنا.